اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعتكم مقطع جديد لعبة جيمرز شوب آه اذا تذكرون لعبة مقهى الالعاب هذه مشابهة لها تقريبا بشكل كبير آه بس هنا راح يكون الوضع شوية مختلف في بعض الامور زي ما انتم شايفين نبدا مشقتنا خلونا نستكشف هو شيء نشغل النوار ليه هل في فواتير علينا شقة ولا هذا شغل الغرفة هنا ما نقدر نفتح ولا نقدر نسوي شيء هذا سريرنا طبعا كالعادة ما تقدر تنام الا آه، هذه شقق ثانية أو غرف ثانية ما هي تبعي أوكي هذا بيتي هنا هنا حمامنا هنا المغسلة ما تقدر تسوي أي شيء كالعادة شغل الأنوار آه، مطبخ كبير أكيد في أكل في الثلاجة لأن الفود عندنا نازل خلنا نشوف طبعا ممكن تسمعون صوت المكيف عندي شوي أو صوت هوا يعني تجاهلوا شوية يمكن الأمور شوي... آه، ما تكون مزعجة للدرجة هذه لكن في حال إنكم سمعتوا صوت هوا أو مكيف هذا شغال الثلاجة ما تفتح طلعت أه قفل الشقة ما منها اي فايدة ننزل من الدرج ما في ركض كذا يمشي عادي ش... وش البيت هذا اللي مفتح من كل جهة شو في شقة خلينا نجرب نفتحها على الخاطر ما ينط طبعا ما في نط ما في اي شيء بس يمشي ها آه اوكي فكرته بيفتح ما يفتح كالعادة اعتقد انه نفس الشركة تبع تشيز كيك اللي سوت انترنت كافي سيموليتر اعتقد انه نفسه او نفس الفكره سارقينها ممكن للامانه اول مره العبها ولا ولا شفت اي فيديو أه تقريبا ما شفت لها اي فيديو شفت شخص كاتب لي هذه نفس نفس اللعبه وكذا كذا 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 أه قلت خلني اجرب اشوف و بيتزا طيب نبغى اكل نحتاج اكل الناس شكلهم احسن وضعهم مش مثل هذيك اللعبه مقلتشين أه يبدو لي انه راح يكون مشوار بس ما في ركض اشي كذا يمشي عادي شيفت كان يركض شوي صح نعم يركض بس بطيء يعني ما يعتبر انه شيء يركض انا ماني عارف محلي وين الى الان آه هنا في فان جيمز هذا محلي لسه مسكر ووسخ من داخل في اماكن سريه نستكشفها على السريع والخريطه يبدو لي انها كبيره خلونا نستكشفها بعدين بعد ما نفتح المحل عشان نبدا نبيع الفود عندي بدا ينزل كيف ازيد الفود ماني عارف صراحه شيل الخشب هذا اوه هو اللي الفود بدا ينزل عندنا كيف ناكل كيف نقدر ناكل اوكي نفتح هذه اما بقعد افتحها واحده واحده كذا اه لازم ما افكها اوكي نقعد كذا واحده ها واحده اوكي تقريبا خلصنا الخشب بالكامل اللي في الواجهه خلينا نفتح أه كيف راح ننظف هذا هل نشيله كذا بدون مكنسة ما في مكنسة شو هذا الشفت ما يسوي شيء كيف شلت قبل انا طيب المكنسة وين تبعنا أه هذه نقدر نفتحها برضو اه اوكي راح نقدر نفتح الاشياء بنفس الطريقة تطول صراحة للامانة تطول شو تضغط كذا وتنتظر لين تخلص هذه فيس شغلانة اوكي نقدر نفتح محل اللي س... اكتشفناه انه ما يحتاج اه مقفل مو ما يحتاج الا لازم يحتاج اشياء يعني. طيب اي تيك لما نضغط اي مثلا اي نقدر نشيله مثلا نجيبها آه نجيبه هنا اعتقد انه كذا هذه كيف راح نشيلها او كيف راح ننظف هل يحتاج انه نشيل كل شيء و... ودي زباله حبه حبه ولا في شيء ينظف لنا المكان امم في سطل هنا مكسر والله شغلانه اذا يبغون ننظف هذا بالكامل شوف هذه ها لازم نشيلها طيب في زر يرمي في شيء ينظف يعني بدال كذا قاعد اشيل انا واحدة واحدة والله مشكلة طيب انا للامانة احتاج اكل الوضع عندي ماش احتاج اكل آه هنا ما في يبدو لي سكن خلنا ناخذ لفة من هنا نشوف مسكر اوكي مسكر من هنا هنا برضو مسكر اه هنا ما اقدر ارمي الاغراض هنا اوكي وهنا ما هو مسكر آه وانا ستوب ما هيفتح طبعا كلها كذا المحلات مسكرة ما في محل سري بيتكوينز ما في <applause> اوكي خلنا نبحث عن اكل وارجع لكم اوكي هذا فود شوب معناته هنا ان شاء الله راح نلقى كل شي فيه يبيع بيتزا يبيع ستيك لحم هنا اكلت واحدة هولي شيت كم الواحدة بخمسة وعشرين اللي غالي والله بس يلا خلينا نشيل هذه بثلاثين آه uh, كيف اقدر اخ اشتريها مثلا من غير ما اكل لا والله جالس ياكل اوكي اوكي بس كذا خلاص اوكي طيب لو خلصنا هل يرجع يعبي ولا لا هنا مشكله لو يخلص او انه بس بمجرد ما اروح وارجع راح يتعبى خلوني اجهز المحل وارتب محلي من الى اوكي رجعنا للمحل خلينا نشغل النور نقول بسم الله ايوه كذا المكان كويس خلينا نفتح الغرفه هذه أه كيف نفتحها اوكي فكرت اسانسير للامانه لكن يبدو لي هنا مخازن او المكنسه هنا اوكي اوكي كيفين في مكنسه او هنا مكتبي هنا مكتبي عرفنا الحين عرفنا انه مكتبنا هنا شغلنا هنا راح نرتب هنا الطاولات ونطلب زي ما كنا نشتري في اللعبه اذا تذكرون السابقه اللي هي مقهى الالعاب كنا نشتري الاغراض من هنا ونرتبها عن طريق البي سي كذا شغلنا النور اللي داخل كويس 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 ناقصنا نشغل اللمبه اللي في الغرفه هذه بس خلنا نفتح هذه اعتقد كذا ايوه اوكي هذه آه هل راح نحتاجها الان ولا لا ما انا عارف خلنا ناخذ هذه ونبدا ننظف بما انه شو لا لا مو كذا مو كذا كيف ننظف كلين ما تسوي كلين ما قاعد تسوي كلين يا ناس ايوه اوكي هذا ليش ما تسوي له كلين هذه لازم نشيلها اعتقد والصب هذا الطابوق هذا ما تشيله هنا تسوي كلين اوكي تشيل الوساخه والشغلات هذه شوف الجرايد تشيلها لكن في اشياء ما تنشال اعتقد انه لازم انا بيدي اشيلها مثلا شوف هذه هذه لازم اشيلها حنا شوف قط هذه شيل شيلها كنت اشيلها انا قبل شوي تيك 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 تك تيك. 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 ما هو قاعد يشيلها ما هو قاعد يشيلها فالمكنسه اختفت لا يا شيخ مقهى طيب ايوه ايوه طلعت طلعت لا بغيت اغلط الغلطه اللي غلطتها في مقهى الالعاب رميتها هنا خلنا ننظف هنا نشوف طيب اوكي الغرفه هذه مسكره ما راح نحتاجها هذه ما نقدر نشيل هالاشياء هذا هذا لازم المكنسة تختفي اوكي حطت هنا هذا لازم نشيله كذا شوف بس الحين مو قادر يشيل ليه ما ادري كنت اقدر اشيله قبل شوي جيب هذه خلينا ننظف نكمل تنظيف اوكي خلصت تنظيف رتبت الغرفه تقريبا هالأشياء ما هي راضيه تنشال اوكي هذه زين ما تقلتش هذه ما هي راضيه تنشال اول ما جيت المحل كانت تنشال بس الحين زي ما انتم شايفين ما ما اقدر اشيلها ولا اقدر اسوي اي شيء فيبدو لي انها قلتش او في مشكله هذا ما ينشال برضو ما ينشال خلونا نوجه غرفه الكمبيوتر نشوف ايش راح نقدر نسوي في الجهاز بسم الله ما نظفنا هنا في سبير كفر هنا ايش المحل البي سي مضروب ندخل على البي سي طيب أه شيك القائمه هذه الاشياء اللي نعرضها اعتقد للبيع وننجيبها أه باي سيل شوف فرق المبيعات ما هو بشيء أه هنا ما هو بشيء برضه عندنا مبالغ كبيره حنا نقدر نبيع مثلا ناخذ هذه فرق 250 ريال هنا 100 او دولار بالاصح حنا نقول ريال أه هنا فيها فائده 120 مودي ما ودي خاطر اصرف اشياء واجد هذه فيها ستين دولار هذه فيها تقريبا خمسين دولار حاجة خلوني اجيب واحدة من الغالي هذه صح ولا شيء قبل 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 كل شيء ايش الاشياء اللي ممكن نبيعها اه في كراسي في طاولات طبعا انا اعتقد انه ما راح اقدر اجيب لي انا كطاولة اعرض عليها اغراض او انه هذا كونسول فيها ستيشن في كاميرات في ميكروفونات فيها اه ايش هذا سبيكرز اه اوكي سبيكرز طاولات هذه تنباع اعتقد انه مش للعرض اه كراسي اعتقد بس كذا خلينا نشوف هنا اه هذه تبع الشوب تبعي اوكي هذه الطاولات اللي راح اركبها في الشوب نشوف بلف هذه مثلا الاخيره نبي طاولة رخيصة مثل هذه وهذه راح نجيب واحدة هذه ونجيب هذه الدليفري راح ياخذ مني أربعين لين يوصل بوسترات أو نفس اللعبة ذيك البوستر تركب بوسترات في المحل ما في شيء مميز اسحب عليها نشيك القائمة هذه الشوب ريتنج أو هذا تقييم المحل وهنا صبغ المحل وترتيب أوكي راح أغير لونه بعدين بعدين يخلو الفلور هنا برضو نفس الشيء آه وهنا تفتح المحلات تشتري ترتب المحلات بس ما في شيء يسوي كلين تاكسي هنا الضرائب اللي راح ندفعها الفلوس مانجمنت هنا تشيك الاشياء مقفل المحل زي ما انتم شايفين مو قاعدين نكسب هنا تطويرات وشغلات اعتقد انه لازم نفتحها بعدين ضغطت على هذه ما ادري شنو هي هذه اوكي مم. هنا زي التخفيضات وعروض تسويها صح؟ تقريبا راح نفهمها بعدين نسويها. هنا والبيبر تبع البي سي ما راح تفرق معانا شوف. أه هنا اللي هي عجلة الحظ كنا نلعبها. في سالب خمسمية وفي الف راح تجرب واحدة. سالب ثلاثمية يخرب بيتك. بعد واحدة؟ صفر. استهبلون اعطوني الف ثمانين دولار رجع علي اوكي صفر ما هي صفر هذي مية واربعين دولار اعطاني الف كفو كفو رجعنا رجعنا نحش، هذي اللوتي اللي كنا نلعبها تذكرونها خلنا نجرب هذي وش هي رول بمية ما ربحنا شي صح؟ هذي تحاول تجيب ارقام زي بعض اسحب عليها خلاص طيب خلونا نشوف الطاولات وصلت كيف نطلع من هنا كيف نطلع كيف نطلع من البي سي يا عرب نطلع من البي سي نطلع من البي سي قفل ايوه كذا خلينا نشوف طلباتنا وصلت وين طلباتنا يا طيب يا طيب الطاولات آه هنا ما في شيء هنا ما في شيء خلنا ندخل على البي سي نشوف طلباتنا يا طيب لا مو هنا آه هنا المفروض انها تكون أعتقد أنها من ضمن الأشياء هذه فور شوب هذي صح لا أقفل هذه هنا هنا هذي البوسترات تبعي بس كيف أغير قائمة يا أخي استخدامها عقيم هذه أوكي. شوف طلعت ستاند كيف اخذها برضو خلينا نشتري ثانية او انها تنسرق نفس النظام هذيك اللعبة خلينا نطلع نشوف وصل شيء ما في قائمة المشكلة تفتح شيء تشوف هنا ما في شيء وصل ما في شيء هنا غرف هنا ما فيها طبعا توصيل في طفاية هناك او جك هنا ما في اي شيء اه هنا كراتيه نفتح فتح المستودع اوكي اوكي لقينا المستودع اوكي هذا مستودعنا اغراضنا فوق بعض وصلت نجيب هذه مثلا ما نقدر نسوي تيك في مشكله في مشكله مثلا نسوي فتح هذا اعتقد اوكي اوكي خرجت طبعا ما اقدر اشيلها اوكي قدرت اشيلها الحين لا تعلقين هنا تعالي نحطها في المحل والله شكل اللعب مقلتشه لكن ما هي مشكله طيب كيف نلف هذه نسوي لها كيو ايوه كذا نحطها مثلا قدام هنا عشان نعرضها للناس اللي برا نعرض لهم الاغراض كذا مثلا ايوه نجيب الثانيه نرتبها طيب كذا يبدو لي انها كويسه الجوع عندي ماش يبغى اروح اكل بس اعتقد انه كذا كويسه راح اجيب اغراض احط فوقها ونشوف تنباع ولا لا بس خلوني اول شيء اروح اكل وارجع اوكي خلونا نشوف ايش راح نشتري اول شيء ك كبدايه لنا خلونا نجيب كمبيوتر نركب كمبيوتر كويس كذا ب آلاف هذا راح يطير فلوسنا يا ناس دقيقه خلونا نشوف هذا مثلا ب 750 ينباع ب 900 اعتقد مكسبه كويس هذا مكسبه 50 هذا مكسبه 20 ما هو بشيء هذا مكسبه تقريبا ألف هنا طيب هذا برضو ألف هذا حول الألف كلها تقريبا هذا مكسبه كويس خلونا نجرب كبداية خلوه يجي آه، راح نجيب آه، مثلا نجيب شاشة آه، نجيب ايش بعد نجيب نجيب كيبوردات نعرضها في الش- في القزاز هناك فلوسنا كويسة إلى الآن يعني تعتبر هذا أعتقد أنه أفضل مكسب إلى الآن شوف هذه خمسمية وعشرة خمسمية وخمسين واحد اثنين. اه ما نقدر نطلب مع بعض خلاص نطلب برضو واحد هنا آه، نطلب آه، ايش بعد تبغون نعرض نبيع سبيكرز لا مايكروفونز ويب كاميرا هذه فيها مكسب بس انا غالية هو ثلاث 300 مكسب 300 مكسب فيها آه، لا كونسول راح نجيب كونسول واحد غالي بس يلا مو مشكلة آه، كذا اعتقد خلاص شير تيبل مايكروفون جيب واحد خلص كذا اعتقد كذا كفايه ونروح نرتبها كل شويه نضغط ستارت عشان اطلع من هنا خلونا نروح نرتب اغراض واجد هنا شوف الطاولات هذه حتى ما ركبتها لانها نازله توهقت فيها ف ما ادري اذا راح تنفعني ولا لا لكن راح نركبها هنا زي ما شايفين سوي كذا نركبه في الاخير ونجيب الثانيه راح اخليها جنبها ملاصقه لها يس كذا أمورها كويسة نجيب الاغراض نرصها هنا اوكي الحلو انه يعلمك ايش فيه في الكرتون هذا شوفوا صوره يحط لك صوره عليه ايش الطلبيه هذه زي ما تشوفون المايك هذا مثلا خلونا نفتحه الان ما اقدر اشيله نضغط اي ما يشيل فاضطر اني افك الغرض زي ما انتم شايفين نبيل أسوي ريستارت للعبة بس الله يستر لا تنحذف آه نشيل الغرض زي ما انتم شايفين كذا واجي احطه هنا وعلى هالحال لانه نلفه كذا مثلا خلي على قدام وعلى قدام عشان يشوفون اللي برا خلي افتح المحل ممكن يجي احد يشتري المايك اجيب الاغراض الباقية وارجع لكم اوكي وانا قاعد ارتب المايك انباع بخمسمية وشوي تقريبا بس ما ادري هل انا كسبت فيه كثير ولا فعلا اعتقد انه سعر واحد ثابت ما يتغير يعني بيشتروا هذا يسرق اغراضي صح ها لحظة هذا كانه الحرامي ذا اللي بمقهى العاب هذا يسرق ولا مشتري يعني ما لي دخل فيه ولا هذا اللي تو... اه هذا اللي المايك خلينا نشوف في صورة في الجنب ما في صورة يمكن إشارة المايك هذه اللي بخمسمية اعتقد انه ما في حرامي ان شاء الله ما يكون في حرامي وغثا ويبهذلك ويطفشك اوكي بدينا بداية حلوة هذه ماني قادر اشتريها او ماني قادر اشيل خليني اجرب اطفي اللعبة وارجع لكم خليني اجرب انام قبل ما اطفي اللعبة لاني كنت بجيب العيد لو لو قفلت اللعبة من غير ما انام راح التخزين كان بديت من الصفر زين اني انتبهت على الاخير والان راح انام اجرب انام و خلنا ناكل لان هذا الاكل عنده بيخلص اشتري هذه ايوه بدينا نعبي الان نروح ننام ونجرب اوكي يبدو لي انه ما في نوم يقول لي الساعة 21 يبدو لي انه لسه بدري بكثير فما راح اقفل للاسف ما راح يمديني اقفل عشان اصلح الجلتش هذا او اشوف اذا هو فعلا جلتش او له حل اصلا لانه ما احنا قادرين نشيل الوساخة هذه ما راح نخليها زي ما هي الوساخة أه نتجاهلها كانها مش موجوده أه بس نخليها في حالة انه جاء وقت النوم نشوف اذا نقدر نشيل الجلتش هذا اللي موجود ولا لا او نخليه زي ما هو يعني اوكي نرجع نفتح المحل ونجيب اغراض زياده عشان نعبي الطاولة هذه ونعبي الطاولة هذه المايك يبدو لي انه انباع سريع راح اجيب ثاني نفسه لانه يبدو لي انه في مكسب هنا ايش يقول؟ آه لا 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 اوكي تقييم كويس كأول تقييم لنا هذا المايك اللي انباع ما اقدر اطلب كمية للاسف آه راح اجيب كرسي جيمنج آه لا, لا لا وين افضل واحد تقريبا كل هالمكسب نفس الشي مئة آه تسعين مئة وثمانين هذا المكسب فيه راح نجيب هذا مكسب فيه عالي كويس. أه راح نجيب اشياء صغيره خلونا نعبي الطاوله دقيقه نرجع هنا مونيتور عندنا مونيتور واحده كمبيوتر عندنا واحد الكيبورد ما اعتقد نحتاج ماوس ما جبنا ماوسات خلينا نجيب واحد لان هذا ونجيب بعد ايش نجيب بعد أه ما في هذيك المكسب الماوسات لكن اطلع الماوس اطلع الشير خذينا شير تيبل ما خذينا ما راح نحتاجه الان آه ميكروفون خذينا واحد خلينا نجيب ثاني بما انه انباع بسرعه ويب كام آه ما اذكر اني شريت راح اشتري واحد طارت فلوسي باقي شيء بسيط كونسول عندنا واحد راح نستنى لين ينباع عندنا تاكس شيء ما عندنا اي شيء نطلع من البي سي ونروح نرتب الاغراض في الشوب تبعنا اوكي الشاشه انباعت ب 1500 فشيء كويس زي ما انتم شايفين عندي 3700 كان عندي 2000 قبل شوي فالشاشة جابت لي مكسب كويس جابت لي مبلغ كويس أه تقريبا مكسب 500 كانت اعتقد طيب هذا وش هو هذا الكام راح نجيبه هنا نحطه بالوسط أه عندي كرسي جيمنج طبعا طلع ما تقدر تحطه بالارض لازم تحطه على ستاند مثل هذا وتحطه كذا مثلا وتعرضه هنا للبيع فشي جدا كويس يبدو ان اللعبه نوعا ما ممتعه بس كبدايه انت راح تتبهدل قدام راح تصير ممتعه مثل ما العاب راح تتحسن راح نضيف اشياء كثير وتصير سوقنا اكبر او متجرنا اكبر او احلى راح يكون احلى من كذا للامانه توني انتبه لون الجدار خايس بلوكادي خلوني اغيره يمكن راح يحسن صوره محلي عند الناس فالارضيه هذه لا راح عند الفلور راح احطه ودي لو يكون فاتح بس ما في لون فاتح كالعادة راح نشتري هذا آه... الأرضية راح نشتري ودي لو في لون فاتح هذا أعتقد بسم الله خسرنا بس ما استاهل يستاهل المحل خلينا نشوف التقييم آه... هذا ذير از تراش شوفوا يشتكي ان المحل يوسخ طبعا ما قدرنا نشيله اوه اللون طلع حلو ما طلع غامق مع انه كان غامق في هذا ليكون حرامية هذه اشتري يلا اشتري ولا اضف في وجهك ما اقدر اشيله ولا اقدر اسوي شيء يلا ما هي مشكله خلينا نقفل الباب هذا ما ادري بتشتري ولا بتسرق ما ادري في حرامي في الجزء هذا ولا لا باقي شوي وننام فشي حلو نقدر نخزن خلوني اخلص هذي اوكي شلنا الحاجز اللي هنا هذا راح نقسمه بعدين نخلي قسم كراسي قسم شاشات قسم بي سي هذي واقفه هنا ما ادري ايش تبي البي سي راح انباع ولا ها انسرق صح فلوسي الف س... ثلاثة الاف ستمية ولا عشاني صبغت اه صبغت البيت ورجعت فلوسي مثل مكان او صبغت المحل فا اوكي فكرت اني انسرقت اوكي خرجت فا اوكي آه زي ما تشوفون انا جدا تعبان ما اقدر اتكلم بشكل يعني اكثر من قبل صوتي تعبان وحالتي حاله فحاولت اني اسجل مقطع عشان ما اقطع عن القناه قلت خلينا نجرب هذه ناخذ نظره سوا مع بعض اذا عجبكم راح نكمل ونقسم الغرف هذه نخليها كل شيء قسم محدد ونشتغل على المتجر اكثر وننزل مقاطع اكثر شاكر لكم وفمان الله